الفقرة يتوجب عليكم إحضار ورقة وقلم لتدوين جدولكم خلال أيام عيد الأضحى في فرصة للاستفادة والاستمتاع بالأنشطة العائلية خلال هذه المناسبة. في صباح أول أيام عيد الأضحى، اصعد نحو الشمس في سماء صحراء دبي مع شركة المناطيد الهوائية الأصلية التي تعمل بالهواء الساخن في دبي أميغوس للمناطيد، حيث تنطلق الرحلات بين الساعة 5 صباحاً والساعة 6 مساءً لتستمر الرحلة ساعة واحدة وتستمتع بالمناظر البانورامية مع هدوء وبرودة الهواء. وعند الهبوط ستشارك في إفطار احتفالي وستتسلم شهادة تثبت أن تجربتك هذه لم تكن حلماً. ينشط مجال الموسيقى أيضاً خلال هذه الأيام لينطلق أسبوع دبي للموسيقى بكل زخم ونشاط وفرص للقاء النجوم، استمتع بها مساءً بهذه الفعاليات المميزة. في ثاني أيام عيد الأضحى انغمس في صحراء دبي على متن الخيل العربية الأصيلة لذكريات تنطبع في الأذهان للأبد في منتجع الصحراء الصحراوي، واستمتع بالثقافة العربية ونمط الحياة البدوية التي سادت هذه المنطقة فيما مضى. مساءً توجه إلى الطابق الأرضي في برج خليفة لتمتع ناظريك بإطلالات لا مثيل لها في أحد المطاعم لتنبهر بالمناظر الخلابة التي ستصادفها في كافة الاتجاهات مع نافورة دبي وسوق البحار اللذين يأسران كل من ينظر إليهما. جهزوا الكاميرا ولا تنسوا التأمل بالمكان. في ثالث يوم ثبت حجزك في أحد الفنادق الفاخرة واستمتع بعروض الأسعار المخفضة والأنشطة الشاطئية الجميلة لتجدد حواسك ضمن خدمات الرفاهية المطلقة للعائلة. وأخيراً رابع يوم، صباحاً بإمكانك الاستمتاع في حديقة الفراشات بدبي بين 26 فصيلة من الفراشات من مختلف أنحاء العالم. ستجد نفسك تتجول في مكان رائع أو خيالي التوصيف يحتفي برونق الزهور وجمال الحياة الفطرية. هذا المكان هو أكبر حديقة فراشات مغطاة في العالم، افتتحت على أرض دبي في عام 2015 على مساحة قدرها 44 متر مربع. وأخيراً سيداتي آنساتي، في دبي مول فرصة للتمتع بالتسوق إضافة إلى الانغماس في تجربة التزلج على الجليد لكل الأعمار والقدرات مع مدربين محترفين ضمن أجواء الإضاءة والموسيقى الحماسية.